نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فقاص مالح كيجي رائع، ومكونات موجوده في الدار، ما فيش مكونات اللي هما بزاف. نبدا على بركه الله. المقادير، مقادير العجين: عندنا كيلو ديال الطحين، جوج بيضات، عندنا شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، خماره، شويه ديال الثوم غبره، عندنا 180 غرام ديال الزبده ديال البواطه، عندنا ثلاثه الحبات ديال الفرماج المثلث او المربع اللي موجود في الدار، عندنا كنوره ديال البقري. نبدا على بركه الله. كنبداو بالزبده هي الاولى. هاد عندنا نص كاس ديال الزيت، ما ذكرتوش السم السميح والماء. الماء عندنا نص كاس ديال الماء مخلطه معاه معلقه ديال الخل وإلا ما قدناش نزيدو. نص كاس ديال الزيت مخلط زيت بلدية ورومية. نخدمو بيدينا الزبدة هي الأولى. نزيدو البيض، الزيت نص كاس زيت مخلط زيت البلدية وزيت رومية. قلنا 180 غرام ديال الزبدة ديال البواطة، ونص كاس ديال الزيت مخلط زيت البلدية وزيت العادية، معلقة صغيرة ديال الثوم غبرة لا متوفرش، ونخدمو بهم. ثلاثة الفرماجات متلتين، إلا ما كانش فرماج متلت مربع ماشي مشكل. خمارة، نشوفو الفقاص كيجي رائع. نضيفو الطحين، عندنا كيلو ديال الطحين، نخلطو مزيان مع هاد المقادير. بعد ما جمعنا العجين كتجينا على هاد الشكل، كتجينا على هاد الشكل.
كناخد موس كنقطعها لثلاثة، كناخد هنا ثلاثة ديال، نفرج منها ثلاثة الشكال. كل قطعة نكها، القطعة الأولى ندير لها البنات 100 غرام فومه دخلوا للقناة ديالي، دعموني وديروا أبوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله، باش القناة ديالي تزيد ونبقى نحط لكم حويجات اللي هما في المتناول ديال الجميع إن شاء الله. الشكل القطعة الثانية غنسمها بالزعتر، معلقة تقريبا كبيرة بالزعتر باش تجي من السما. نخلط مزيان باش يدخل هاد الزعتر في العجين. نخلطو مزيان حتى تينسجم داك الزعتر مع العجين. والثالثة ما غنزيد فيها والو حتى نخدمها معاكم، غندير فيها شويه ديال الهريسه وشويه ديال تقريبا معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره ديال الكيتشوب، معلقه صغيره ديال الهريسه، ومعلقه صغيره ديال التحميره. واللي ما كيبغيش الحار كيبقى الحار على حسب الذوق شويه ولا المهم نتوما عارفين هاد الفقيقصات كيبغيو يجيو مالحين وحارين. دابا نبداو نقادو في هاد الفقيقصات. كنبقاو نوليو على هاد الشكل، نديرهم على شكل عنبودة. وكنقطع صافي. ملي كنكملو كنديرو هكا في السلوفان، دابا زدنا الشكل التاني، ديرو شكل قطعة صغار. كنولي هكا، كنولي ونحط نولي ونحط حتى نسالي كلشي ونعاود من الاول، عاود نولي نخليهم يرتاحوا شويه، نعاود نولي وعاود باش كيجيونا مقادين كيجيونا خاويين من الوسط. هادو كندخلوهم شويه للفران سخون يتصهدوا يتشمعوا باش يجيونا خاويين من الوسط، ونخرجهم عاود نقطعوهم ونردهم يتحمروا يتحمروا ويتبلوا مزيان وصافي. البنات بالنسبه للشكل الرابع سرحت العجين بحال على هذه الطريقه وخديت هذا المرشم اللي تبارك الله راه ولا موجود في السوق، وغادي نبقى نطبع بالنسبه لهاد الشكل ديال النجيمه. تحذف ليا الفيديو ما عرفتوش فين مشى،
المهم انا خلطت صفر بيضه مع شويه الصوجه ودهنت الوجه ديالو، رشيتو بشويه ديال البافو والزريعه. المهم كيبقى تزيين على حسب الاختيار واللي عندكم في الدار. نتمنى البنات تكونوا استبتوا معايا ان شاء الله يا ربي، ودخلوا تشوفوا الفيديو ويعجبكم ان شاء الله، وديروا جيم وتبارطاجيو. شكرا. هادو هما المملحات اللي درت معكم اليوم، جاو زوينين بزاف، نتمنى يعجبوكم. ادخلوا القناة ديالي